بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، قلنا إن الله جل وعلا أمر باختبار اليتيم قبل بلوغه إذا قارب البلوغ بأن يعطى شيئا من المال القليل ويراقب تصرفه فيه، فإن رؤي منه الصلاح في التصرف فإنه يدفع إليه ماله بعد بلوغه، وإن رؤي سوء تصرفه فإنه يستمر الحجر عليه ولو بعد البلوغ، لأن الله رتب دفع الأموال للأيتام على شرطين، والمرتب على أمرين لا يحصل بأحدهما، فرتبه على أمرين: الأمر الأول البلوغ، وذلك بأن تظهر عليه علامات البلوغ المعروفة، وهي أولا الاحتلام، فإذا احتلم الصغير دل ذلك على بلوغه. الأمر الثاني الإنبات، فإذا أنبت حول القبل شعرا خشنا فهذه علامة البلوغ. الأمر الثالث أن يبلغ 15 سنة، فإذا بلغ الصغير 15 سنة فإنه يكون قد بلغ الحلم، وإن كان اليتيمة امرأة فإنها تزيد على هذه العلامات بالحيض، فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، أو الحمل، إذا حملت أيضا فإنها قد بلغت لأنها لا تحمل إلا من إنزال. والشرط الثاني الرشد، وهو سلامة التصرف في المال بأن لا يسرف فيه أو يضيعه، ويعرف ذلك بالاختبار قبل البلوغ كما سبق. قال: فادفعوا إليهم أموالهم، أي التي كنتم أوصياء وأولياء عليها وأمنا عليها، ادفعوها لهم من غير مماطلة ومن غير نقص، لأن الله قال: ادفعوا إليهم أموالهم، يعني كاملة غير منقوصة. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، هذا نهي للأولياء أن يأكلوا أموال اليتامى على سبيل الإسراف واستنفادها بغير حق. وبدارا أي مبادرة الكبر، لأن الولي يخشى أن يبلغ اليتيم فيستحق دفع المال إليه فيبادر بأكله وإضاعته قبل البلوغ، ينتهز هذه الفرصة. والله نهى عن أكل أموال اليتامى على هاتين الصفتين: الصفة الأولى الإسراف، لأنه سيأتي أنه يباح للولي أن يأكل في حالة خاصة، والحالة الثانية
الاستعجال أكل ماله حتى لا يبلغ، وهذا مما يدل على وجوب المحافظة على أموال اليتامى، وأنها مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة في أعناق الأولياء. ثم قال جل وعلا: ومن كان غنيا، أي من كان من الأوصياء والأولياء غنيا بماله فليستعفف، أي عن مال اليتيم، فلا يجوز له أن يأكل منه شيئا، لأنه يستغني بماله. ومن كان فقيرا، والفقير هو الذي ليس له مورد يكفيه، فإنه يأكل من مال اليتيم بقدر ما يقوم به من العمل، ويكون ذلك في مقابل قيامه على مال اليتيم، فيأخذ الأقل من أجرته أو كفايته مجانا. هذا أذن الله جل وعلا فيه لولي اليتيم في مقابل ولايته ومقابل قيامه على مال هذا اليتيم وتنميته. الله أباح له إذا كان فقيرا أن يأخذ من مال اليتيم الأقل من أجرته على عمله أو من كفايته. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بما يتعارفه الناس من جنسه من الأولياء على الأيتام. ولو يرجع في هذا إلى القاضي لكان أضبط وأحسن، ليقدر للوصي ما يأكله من مال اليتيم مما أباح الله له. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا دفعتم أيها الأوصياء إلى اليتامى أموالهم فأشهدوا عليهم، أشهدوا أنكم دفعتم المال وبرئت ذمتكم منه وخرج عن عهدتكم إلى مستحقه. فهذا يدل على أنه تقام البينة على الدفع، وكل هذه الأمور والتوصيات من الله سبحانه وتعالى نحو أموال اليتامى كلها تدل على الاهتمام بأموال اليتامى وعدم التساهل فيها، لأنهم ضعفاء فيحتاجون إلى من يحفظ أموالهم وينميها لهم حتى تدفع إليهم عند بلوغهم واحتياجهم للقيام بما بمستلزماتهم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.